تاثيرا على باقي الليالي في البرد بزاف. الاثر تاع هو جامد تنقص البرد هذا اثرا جميلة بزاف ديالها كما تشوفوا في نقولوا انه مابقاش بكلية كبيرة فهو مازال مع البرد والبرد للاسف في العوان الناس اللي يدوزوا على برا في الزنقة لانه صعيب صعيب الانسان يبات بحال هذاك اللي مات مسكين البارح في ازرو اللي كان مشرب كان ينعس على برا وبات ومات صراحة إفران زوينة بالرغم ذلك بالرغم المشاكل بالرغم البرد بالرغم الثلج هي جميلة هي مدينة سياحية رائعة تستحق أن أي واحد يشوفها ويزورها خاصة في الثلج ولا في الصيف حتى الصيف لأن الجو ديالها معتدل فيه البرودة مختلفة على باقي المدن المغربية تحياتي. كل الارجاء لكن ماشي بالنسبه للكثافه اللي كانت بحال هذه اللي اتفقت في الايام الاخيره إفران هي اقرب الهلال في الجبليه ولا من ناحيه السياحه الجبليه السياحه الايكولوجيه نتمنى تزوروا إفران. Thank you.